أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. راح نبدأ نفتح أول صندوق ونشوف شنو الأغراض اللي جايتنا بهالشحنة. عندنا هنا شغلات مكياج ومواد تجميل وهيجي شي. طبعا هذني جملة جايبيهن، فاللي يحب أي شخص يطلب جملة أو مفرد نقدر نجيب له من موقع أمازون أو إي باي أو موقع الإكسبرس. عندنا هذا الجهاز اللي هو شاشة، أتوقع شاشة طبية أو شاشة مع المستشفيات يستخدموها. واضح شكلها قدامكم بالصورة، بيها تخطيط مع أعتقد هذا مع دقات القلب، ما متأكد. على العموم خلينا نكمل نشوف شنو الأغراض اللي جايتنا بالفيديو. عندنا هنا شنو هاي الشغلة الثانية، مثل الديكور، أو يعني صراحة ما أعرف هذا شنو استخدامه بالضبط، أتوقع أحجار كريمة وهي شيء ما أدري، ما متأكد شنو. عندنا هنا شنو هذا، بالله أتوقع هاي شاشة، خلينا نفتحها ونشوف شنو هي. هاي محاولة، اي هاي الشاشة، طبعا هاي ما شاشة طبية ونقدر نسميها مونيتر، يعني مو شاشة يعني عادية، لان يعني اتوقع شاشة طبية. هنا عندنا ملابس، طبعا هاي ملابس ماركة من اديداس، طبعا هاي طالبيها من الموقع الرسمي مع الاديداس، يعني هذني مو من امازون، فعادي ممكن نطلب من اي مواقع ثانية مو شرط امازون او اي باي. زين عندنا هنا هذا كريم على البشرة، طبعا كريم علاجي هذا موصي الناس. هنا مبرمجة يونيفرسال بروغرامر، اللي هي المبرمجة العالمية او ما اعرف شنو بالضبط شنو شغلها بالموضوع ما اعرف، بس هي مبرمجة استخدموها المبرمجين. عندنا هنا هذا كريم مع الستريتش مارك، اللي هن علامات التمدد والتشقق بالبشرة اللي تصير، واكثر شيء يستخدموه الحوامل حسب ما مبين. اتوقع هذني مقسمة المواد تجميل وهيك امور. عندنا هنا متوفرات للبيع المباشر، هذني مع اليوغي اللي هنا ديك بوكس تحفظ به المجموعة مالتك مع اليوغي. طبعا اي شيء متعلق بلعبة اليوغي متوفر عندنا للبيع المباشر، اللي يحب خلي راسلنا على الصفحة، اي شيء متعلق باليوغي راسلنا على الصفحة مالتنا، راح اخلي الرابط مالتها بالوصف مال الفيديو. عندنا هنا جهاز طبي، هذا ما ادري شنو بالضبط، ليزري او هيك شيء، صراحة ما اعرف شنو شغله. عندنا هنا لايتات، طبعا هاي مو اي لايتات عادية وسعرها كلش غالي، ما ادري ليش يوصل لل 200 دولار او 250 دولار، هيج شي اسعار يعني صراحة ما ادري ليش، اعتقد ماركة او فد شي اصلي. زين ايش عندنا بالله بعد، عندنا هنا هم هذا اللايت، طبعا بالمناسبة اي شخص يحب يطلب اي شي من موقع امازون او اي باي او اي او علي اكسبرس او جير بيست اي موقع ثاني، خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، راح اخلي الرابط مالتها بالوصف وراح نكمل وياك الباقي. كل اللي عليك استفسر عندنا، العفو استفسر يمنا، دز رساله للصفحه وراح نجاوبك ان شاء الله. شوي نتاخر بالرد لان عندنا رسائل كل شوي، هواي ناس تراسلنا. عندنا هنا تكرمون احذيه، طبعا هاي حذاء رياضي رجالي. عندنا هنا الحذاء الثاني، عندنا هنا العفو تابلت، هذا اللي هو طبعا عفو ايباد برو من ابل، طبعا التابلت اكثر شيء يستخدم نظام اندرويد والايباد نظام اي او اس للي ما يعرف. هذا من شركة ابل. عندنا هنا هذا الحذاء الثاني اللي قصده، اللي هو من ماركة سكيتشرز، طبعا موديل ثاني يختلف، وهذا نفس الشخص طالبهن، راح نعرض لكم شكله شلون هذا وياه. زين خلينا نشوف بلش عندنا وراه. عندنا هنا متوفرات للبيع المباشر الميجاتن مال الكايبا، اللي هي مال لعبه مال يوغي، ابيها اوراق داخلها، اللي يحب يطلب منها خلي راسلنا على الصفحه، متوفرات للبيع المباشر. مثل ما جاي تشوفون الكميه محدوده، تقريبا 4 علب بس وراح تخلص بسرعه. عندنا هنا ملابس رجالية، طبعا هاي من ماركة اديداس، ملابس اصلية طبعا. عندنا اخر شي هذا الجهاز اللي اتوقع هاي شواية، هاي قطعة غيار مالتها،
ملحقة ويا الجهاز. عندنا هنا أنا شواية أصلية من فيليبس اير فراير اسمها، أتوقع تشوي بدون دهن أو كمية قليلة من الدهن، يعني ما أعرف عملها بالمضبوط، أكيد الشخص اللي طلب هاي راح يعرف شنو شغله. زين هاي الصور مالتها مع هاي هذا الجهاز، طبعا وزنه كلش ثقيل يعني يمكن 10 كيلوات او 8 كيلوات هيك شيء. هنا انا جنطه مال انمي طبعا مال فيري تيل، هاي فسفورية. لما نصير لما ينطفي الضوء راح يعني تلمع مثل فسفورية، تعرفون شنو. ملابس هنا عندنا باروكات، او طبعا باروكات نسائيه هاي. هنا أنا ملابس مثل ما جاي تشوفون، هذا اني ملابس بالكم. طبعا اللي يسأل ليش مفتوحات، هاي عد اكو جماعة هناك بامريكا راضي يدزون لأهلهم بالعراق ملابس، فدزوهن عن طريقنا. فأي شخص يعني يحب يشتري اي شيء من امريكا او جماعة يدزوا له من امريكا للعراق هم عادي، خلي راسلنا على الصفحة. طبعا نكمل هسه هذني الملابس، ورا عندنا هذا الجهاز اللي هو مثل المنحف مع الجسم. زين عندنا هنا شنو، سوار مال ساعة، وهذا بصراحة ما أعرف شنو بالضبط. هنا شنو عندنا، هاي قطعة مال مكياج مثل ما جاي تشوفون، جنطة مال مكياج. هذا متوفر للبيع المباشر، ليجندري هيرودوكس، ليجندري هيرودوكس، أدرون على السحق مريض وكلش تعبان. عندنا هنا هذا مال يوغي متوفر للبيع المباشر، اللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحة. عندنا هنا ملابس مثل ما مبين بالكم بالفيديو، خلينا نشوف هذا شنو بعد. مثل شغلات وادوات مال خياطه وهيك شيء. هنا شنو عندنا، هذا المثلث مال ديكور او هيك شيء، صراحه ما اعرف بالضبط لمن يستخدم. قطع غيار مال لعبه، وتوقع شنها على شكل دبابة أو سيارة، يعني قطع غيار. هنا عندنا أتوقع هم هاي مال مكياج قبل شوي عرضناها، هاي شنو بالله بعد. هذا اللي يخليك تشغل كرت شاشة خارجي على لابتوب، جهاز يخليك تشغل كروت الشاشة خارجية على لابتوب. هذا الجهاز شنو، هذا اتوقع فتشي مال تلفزيون او مال شاشات هيك شيء. زين انا هنا اوراق مال يوغي، طبعا هاي ناس موصيهن ومو للبيع. شعدنا بالله بعد شغلات مال مكياج ومواد تجميل مثل ما اقبالكم مبينه بالصوره. زين شعدنا بالله بعد شوي الغراض هنا مخربطه، يعني كلها حاجات صغيرة ونواعم. هذا قلنا جنطة مال مكياج. نانا شنو بالله، ايضا هاي جنطة مال مكياج. طبعا الشخص طالب منهن جملة، فاي واحد يحب يطلب جملة او مفرد خلي راسلنا على الصفحة. عندنا هنا هذا تابلت مال سامسونج، طبعا ما ادري شنو بالضبط اسمه. هاي مجموعة اوراق. نانا شنو عندنا، ملابس مثل ما واضح قدناكم بالصورة. اي شخص يحب يطلب اي شيء من امازون او اي باي او اي مواقع ثانية خلي راسلنا على الصفحة مالتنا على الفيسبوك او على الفايبر، طبعا رقمنا موجود وان شاء الله راح نعطي بقية التفاصيل. خلينا نشوف شو عندنا بالله بعد. هذا المنتج مال قطع غيار مال السيارة وهيك شيء، طبعا هذني مال السيارات القديمة اللي اتوقع بالاربعينات بالخمسينات هيك شيء، سيارات الكلاسيكية. هنا شغلات اكسسوارات، هاي باروكة، وهذاك الثاني قطع غيار اتوقع، ما اعرف شنو بالضبط بس قطع غيار. ملابس هاي من ماركة اديداس، طبعا فتشي اصلي هاي وماركة مشتريها من الموقع. هاي متوفرة للبيع المباشر، الاوراق مال يوغي تجي بيها 3 مجاميع كاملة، كل مجموعة اتوقع 45 ورقة، ما متأكد. على العموم هذا متوفر للبيع المباشر. شغلات اكسسوارات مال موبايل هيك شيء، هاي رام وسير مال ساعة، وهذاك جي بي اس تراكر.
زين. صراحة ما أعرف شنو هاي بالضبط. الجهاز ساعة طبعا شكلها غريب وحلو الصراحة، شكلها يعني ما أدري شلونه حلو. هو هنا عندنا مكملات غذائية اللي هو هير فورميلا مع الشعر. هذا الجارسينيا اللي هو منحف، طبعا هاي حسب معلوماتي من خلال قريتهن هنا، والشخص اللي طالبهن اكيد يعرف انه شنو بالضبط وهو مشتريهن. اكرر هذا متوفر للبيع المباشر لجندري هيرو، طبعا جايبين منه 3. عندنا هنا كفرات مال ايباد، عفوا لو تابلت لو ايباد ما ادري بالضبط مال الثمن. مجموعة اوراق مال يوغي، هاي الناس موصيها. شغلات اكسسوارات ومال تجميل وهيك شيء. اقلام طبعا هاي ماركه، ما بين الماركه ما شنو. هذني عدسات تستخدم للموبايل، هاي الصورة قبالكم بها اشكال وانواع، طبوا على امازون دوروا اشياء يعني خرافيه تلقون بالنسبه للعدسات او غير العدسات. حاميه مال الشاشه، وهنا انا كفر مال اتوقع مال موبايل، هذا موبايل اللي هو S5. حامية مع شاشة مع الساعة مع الأبل. شغلات إلكترونية صغيرة وعدد يعني ما أعرف شنو بالضبط. إلكترونيات، هذا سليفات للبيع المباشر متوفرات. مكمل غذائي هذا مثل ما مبين بالصورة، وهذا حامية مع شاشة مع الساعة مع الأبل، ما أعرف شنو هذا بالضبط، قالب أتوقع. شغلات إكسسوارات وسماعات ومحابس، طبعا جملة مفرد نجيب، واي شي تردون اكرر راسلونا على الصفحة على الفيسبوك. هاي احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.